من جديد نحييكم في الجزء الثاني من برنامج احكي بانون، الحديث الان عن الرابطه الوطنيه المحترفه لكره القدم السياسي رائدا للبطوله، مولوديه طهران وصيفا للرائد وشباب بلوزداد يحقق اول انتصار ويحقق الديكليك، ولكن في الكواليس سيد ازلين الجودي قال لي ليس بالديكليك بل هو اول انتصار، هل سيكون هو الديكليك؟ سيفصل فيه طبعا كمدرب له باع طويل في البطوله الوطنيه. لكن قبل هذا كان عندك تعقيب وليد حول ما قلته حول الناخب قبل الفصل. لما تكلمت على فترة بقاء الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش وقلت باللي موجودة في العقد أنه يبقى 3 أسابيع مقابل أسبوع للمغادرة، قلت لك أنا هذا مرويج له، لكن في الحقيقة لحد الآن ما زال ما شفناش على أمر الواقع أنه ناخب الوطني بيتكوفيتش مكث لمدة 3 أسابيع أو شهر. نتمنى إن شاء الله تكون، وتكون كما قلت يكون احتكاك ويكون تربصات لي ربما المدربين والفنيين، وتكون عنده دورات على مختلف الولايات ومختلف الأندية والفرق على المستوى الوطني. طبعا هذا الذي نتمناه طبعا على أرض الواقع. السياسي رائدا ولكن إضراب للاعبين والطاقم الفني بسبب مستحقاتهم المالية العالقة منذ الموسم الفارط سيد عز الدين الجودي، رغم وجود شركة، رغم أن الفريق حقق نتائج جد إيجابية منذ 3 سنوات تقريبا، الفريق المستقر من حيث النتائج ومن حيث التعداد حتى الأداء، حتى الأداء بارك الله فيك، اللهم تغيير المدربين بغرارة مضوي عمراني ثم عودة خير الدين مضوي، تبقى الأزمة المالية رغم وجود شركة وطنية. والله غير تفاجأت صباح اليوم عند تصفحي وسائل الإعلام، فريق اللي عنده شركة، فريق اللي يقدم بداية موسم مثالية نوعا ما، وحتى الأداء شفنا أداء نوعي وشفنا حتى فرديات، رغم أن كثيرا ما تكلم الناس قبل بداية الموسم وكان فيه نوع من التشاؤم، إلا أن اليوم المدرب مضوي أبان على قدرات كبيرة في تسيير هذه المجموعة. تكلمنا نوعا ما على واحد السفرية تاع الغانا، وين كيف داروا لي زيسكال، وين انتظروا كثير، تعبوا كثير، فكانت نوعا ما قلنا بلاك راح تفوت، اما اليوم دير لي اضراب شيء غير مقبول. كوتش نعقب في واحد النقطه برك، انت تكلمت على انه السيروره تاع فريق شباب قسنطينه وربطتها بخير الدين واضوي، انا نقول لك باللي هذه الكاتبه ولا هذه التركيبه كان دارها الموسم الفارط اللي هو لا عبد القادر عمراني، وهو كمل الموسم بدايه الموسم كانت لامين بغرارة وكمل الموسم سي عبد القادر عمراني، وكان شباب قسنطينه راح يلعب رابطه ابطال افريقيا يعني في المباراه الاخيره امام شباب بلوزداد، وين ضيع الفرصه وكان شباب بلوزداد شارك في رابطه ابطال افريقيا وشباب قسنطينه لعب كاس الكاف. ما نحيوش الميريت لخير الدين ماضوي طبعا الله يشرف على الفريق، لكن انا نقول لك في ما يقدمه شباب قسنطينه سي عبد القادر عمراني اظن انه عنده دور كبير فيه. هذا عبد القادر صديقنا وحبيبنا، فأظن لا نشك في ذلك طبعاً. ولكن احنا تكلمنا على الإضراب وكيف يعني بعد 8 جولات زيد على ذلك لعبوا 4 مباريات تاع كأس الكونفدرالية الإفريقية، كأس الكونفدرالية، فأظن هذا يعاب نوعا ما على المسيرين إدارة. نعم على المسيرين طبعا، ونحن عفوا نحاول اتصال بمسيري شباب قسنطينة، لكن بربكم هل هناك اليوم ناطق رسمي في سياسي؟ ما كاش. هل كان مدير رياضي؟ ما نعرفوش. هل كان مناجر؟ ما نعرفوش. هل كان كورديناتور منسق عام؟ ما نعرفوش. هل كان رئيس نادي فعلي ورسمي؟ ما على بالناش، ما نعرفوش. اليوم كان إشكال في قنوات التواصل مع إدارة فريق السياسي شباب قسنطينة، لأنه في كل مرات في دي كومنتير من أنصار السياسيين، نقول لكم تحية التقدير لكم وشكرا لكم على الاهتمام الدائم بالبرنامج، أنه نقول لكم ما تكلموش على السياسي وما تكلموناش على الفريق تاعنا. أنا نقول يمكن مشكل اليوم أننا لا نجد مع من نتواصل، هذا اليوم بروبليم وليد، نعيشه كأسرة إعلامية في التواصل مع أحد المسيرين أو ممثلي النادي. الأمور مبهمة على مستوى مناصب
النادي الرياضي القسنطيني هذه وحده، وعلى ما اظن رئيس الفريق بو خزرة اللي راه اون بوست دوكا، لكن ما كانش تواصل معاه. ما نعرفوش. وكاينه نقطه لازم تحسب على فريق شباب قسنطينه اللي ربما استفاد من معظم اللاعبين المسرحين لفرق وانديه شباب الوزداد مولديه العاصمه واتحاد العاصمه، واليوم هاد اللاعبين راهم يبرزوا مع شباب قسنطينه في صوره المدافع الايسر هو ربعوش، المدافع المحوري اشرف بودرام، يعني عده لاعبين اللي تم تسريحهم مستفاد منهم. اشرف بودرام اللي ما لعبش الموسم الماضي ولا مع شباب الوزداد رغم انه مستوى كان رائع مع مولدية العلمة، ومن بعد انتقل البطولة السعودية، لأنه كاين إشكال لما يجي لاعب بسيني بطولة تونسية كمان. اسمح لي، كي يجي لاعب بسيني في أي بوضة في أي نادي، العام اللي فات كان لاعب ما كانش لاعب، ماهيش مقياس اللي نشوف فيه هنايا، ماهيش مقياس في أنه بودراما اليوم يتألق تابتي عام ونص وحابس يتألق مع مولدية الجزائر. اليوم في بعض المرات تحرقوا اللاعبين لما يجوا يمضوا في الفرق وتقول هذا اللاعب ما كانش يلعب وما كانش ما عندوش لي ماتش في رجليه، لكن اثبتت القاعده بان القاعده خاطئه، واليوم بودراما يتالق رفقه لاعبين لا يلعبون، الحد على البطوله الحد على اتحاد العاصمه. عندكم مشكل في الحكم الهجومي سليم، هل المشكل هو مشكل تخوف؟ هل الدود دخلكم؟ هل الشك دخلكم؟ بكل صراحه ماذا يحدث لاتحاد العاصمه مع بدايه هذا الموسم؟ رغم انه الترتيب والنتائج جلست بكارثيه. شوف كمال، الحاجه الاولى احنا درنا بون بريباراسيون مع ستاف، حيت ما تنساش باللي احنا حاجه الاولى درنا بون بريباراسيون مع ستاف على راسهم المدرب نبيل معلول، جبنا لاعبين اللي قامت بهم الاداره، قامت بانتداب كبير ناحيه اللاعبين، ناحيه المستوى تاعهم، معروفين في الساحه الكرويه. نقدر نقول لك حاجه اللي ما كانوش مديرين حساب، ولي اي مدرب بالك يشاطرني شيخ، هي تاع الاصابات. صحيت، ما كناش نستناو باللي حيكون عندنا هذا العدد الكبير. شي غير في اليسما، في بزاف فرق بدايه الموسم صعبه بالاصابات، راح نتكلموا عليها. دوكا كل مدرب وطريقه تاع زعما كيفاش يعالج. انا نظن باللي نبيل معلول عنده الحلول ان شاء الله، هو مدرب كبير وعنده خبره كبيره في الميادين. الحمد لله احنا ابار لابليسي تاع قناوي اللي نقدروا عليها نقولوا عليها كراف، نديروا الشفاء بالمناسبه، نحيوه بالمناسبه، نديروا موديل لوبيراسيون تاعو اليوم قطر برك، ولا شادوا في الصور وهي صور. الحمد لله سريه، بارك الله فيك وليد، نديروا الشفاء العاجل ان شاء الله. جوار اللي عنده مستوى، عنده لي كاليتي، عجب الله يبارك، نتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله ويرجع ان شاء الله في اقرب وقت. سي عزينا جودي، كمال اسمح لي، حبيت نسقسيه جوست اون كاستيون. علاش؟ على انسان اليوم المحضر البدني لفريق اتحاد العاصمه السيد احمد، راهو يتلقى انتقادات لاذعه من طرف انصار، وقال لك انه معظم الاصابات بسببه. انت كلاعب راك معنا اليوم، واش تقدر تقول لنا على هذا لو بريباراتور فيزيك هذا ما كان؟ شوف وليد، كما داروا البوجنان في جياسكا طبعا باش يوضح لنا الكونفيرونس، رجعوا ما يعرفش يخدم باش يوضح لنا برك. وانا سالم، شوف وليد، انا نعطيك واحد الراي، ما نقدرش نقول لك زعما زعما البريباراتور كل واحد وكيفاش يخدم، كل واحد كيفاش لا مايطو تاعو، فهمت؟ كل واحد كيفاش سالم بغشيش، بغشيش ارفع صوتك من فضلك، الله ينعم عليك. شوف وليد، الحاجه الاولى انا ما نظنش باللي زعما السبب الرئيسي هو كل واحد وكيفاش الكور تاعو، فهمت؟ بالك واحد ما يقدرش يحمل لاشارج، بالك تقدر تولي في ليجيان دي في تاع الجوار، فهمت؟ بار اكزومبل انا راني نخدم معاهم الحمد لله ما عندي حتى اصابه، كاين انا كاين رضواني الحمد لله. انا قلت لك الاصابات اللي عندنا اصابات خفاف تاع زعما تاع كان جور زعما بان جور ماكس، انا قلت لك ميزابال الاصابه تاع قناوي جيت، ما نقدرش نقول لك زعما ما يتحملش المسؤوليه. ما نقدرش. عزيزي جودي، المشكل في اتحاد العاصمه هل هو مشكل تناسق ما بين الخطوط الثلاث؟ لا يمكن لاي مدرب تشكيله تغير بنسبه 60 الى 70% يجد الوصفه مع بدايه الموسم، رغم انه كانت في مباراه تاع كاس افريقيا في ملعب الوداد، في قلنا اتحاد العاصمه لو يلعب بهذا الاداء راح يسيطر بالطول والعرض على البطوله، بعد هذاك الاداء ما شفناش المباريات القادمه. هل المشكل هو مشكل لا كوليزون اللي مازال ما يبحث عليها نبيل معلول، ومشكل اصابات اللي ما لقاش توليفه او ما استقرش على اسماء اللي تكون اساسيه من جوله الى جوله؟ نقول لك انا بعيدا عن كل حساسيه، نقول انه فريق مستوى افريقي مستوى عالي ما يقول لي لا زوج لا ثلاثه ولا اربعه غياب، اظن فيه مجموعه، فيه اختيارات، فيه دي دوبلور، فهمت؟ فانا ليا
المستوى اللي شفته ويسمح لي وليد لانه راهو يعني يحب لي يسمح. وقلتها له حتى يعني فريقي فريق شباب القبائل انتقدته لأن صراحة المباراة ما كانتش في المستوى المنتظر. صح بلك المدربين كل واحد عنده التكتيك تاعو، كل واحد عنده تدبير تاعو، ولكن عموما كمقابلة تمنينا لو كانت نوعا ما انا ما نتكلمش على المقابله، انا جاك سوالي مش كلمه المقابله، نتكلم على المردود تاع اتحاد العاصمه منذ بدايه يعني الفكره العامه. قلت لك يعني حتى يعني الحراس كانوا في المباراه الماضيه في راحه ولكن عموما نقول انه الفريق اتحاد العاصمه كنا نتمنوا نشوفوه في احسن حال، لان صراحه انا مش مبرر انا لي انا لان الرئيس شفنا الصيف كامل وفر والمسيرين والإدارة خاصة وفرت كل أمور، ينطق لعاب حتى تكلموا قالك في المطار كما يقول لاعبين في الانتظار في الساعة والدقيقة المناسبة. فأظن أن الأمر ليس كما يقول لك باش تنتقد بالسهولة فقط، بقدر ما تقول انه فريق اللي يلعب كاس افريقيا، فريق اللي عنده طموح كبير بالاداء هذا. عندك شمعة بهذا الاداء لا يذهب بعيد. انا مش لا ما نقولش لا يذهب بعيد. ما نفهم كلامك، تقول لي مدرب لا عنده تجربه لازم توليفا منذ بدايه الموسم. في امكانيات كبيره. صحيح. الله يبارك عندك لاعبين. سي عزدين، سي عزدين الجودي بصح لا كوليز والتناسق ما تلقاهاش في مباراة او ثلاث مباريات. انا ما تلقاهاش، تلقاها. لاعبين اليوم لاعبين هما كلش. جيت. باش نروحوا للشباب القبائل. اليوم تكلموا على فريق اتحاد العاصمه، مثل ما ذكر الكوتش قال لك بلي انه الاداره وفرت كاع الظروف انتدابات في المستوى، لكن اليوم نقطه ما راعتش ولا ما مشاتش مع فريق اتحاد العاصمه هي الفريق في بدايه الموسم 10 اصابات متتاليه. بين هاد العشر اصابات لحد الساعه سيدنا بن معلول ابار لو ماتش تاع كوب كونفدراسيون افريكان مع الملعب التونسي الي روتور ما لعبش بتوليفه كامله. إصابة تاع قناوي، إصابة حسام الدين قشة، موندينكو، ومعظم اللاعبين عاودوا ولاو في الماتش تاع جياسكا. هذه نقطة، النقطة الثانية سي فري ما كانش ليفيكاسيتي أوفونسيف، ما كانش هذيك النجاعة الهجومية. ربما مع مرور الوقت مع الاعتماد على لاعبين في ذات المنصب عندنا سارتان جوارا ولا بالقاسمي كاين بن معزوز، اليوم قاسما مازال بون مازال ما أداش الدور اللي لازم، سات ماتش أن سول بيت. نتمنوا انه فريق اتحاد العاصمه تكون عنده ليفيكاسيتي اوفونسيف. الان انتداب راس حربه ضروري اتحاد العاصمه في الان اتحاد العاصمه قبل الان اداره اتحاد العاصمه وبالتنسيق مع الطاقم الفني راهم يخموا في ان اتاكون دو بوانت وان اتاكون كولوار. ثاني بو خشوش لي زوبجيكتيف تاع اتحاد العاصمه هذا الموسم اكيد هي اللعب من اجل المراتب الاولى في البطوله، اللعب من اجل الذهاب بعيدا في كاس الكاف، يعني عندكم اهداف الكاس الجمهوريه ايضا اللي عزيزه على انصار الاتحاد. بيان سور بيان سور، كما كي تلعب في فريق كما اتحاد العاصمه وبالتعداد اللي عندنا احنا هذا الموسم باين بلي تنافس على المراتب الاولى، واللي ما لا شامبيون بالك نروحوا حتى نروحوا بعيد في لاكاف ان شاء الله، بالك نزيدوا نديوا دوزيام تيتر بالك تاع لاكاف، بالك باش نفرحوا والد اللي هو يستنى فيها ان شاء الله. ثاني ما ياثرش عليكم خطره في نيس المونديال، خطره في ملعب 5 جويليا، خطره في ملعب 20 اوت، ما لكوش ملعب استقر فيه فريق اتحاد العاصمه باش يلعب فيه مع بدايه هذا الموسم، يعني لي روبير تاعكم في كل مره يتغيروا من ملعب الى ملعب. صحيح وهذا صعيب سورتو انا كلاعب، انا زعما راني جزء من هذا المنظومه بارك الله فيك. تعاني سورتو كي تونطريني زعما في انتيرا طارطون بعد تروح للكازون، ومن بعد نهار الجمعه زعما نهار الماتش تلعب في الكازون، بعد الجمعه اللي مورا تلعب في طارطون. تتاثر ما من ناحيه زعما تاعكم تكون زعما مطلي في روك بريمون، زعما تكون زعما مدير بروغرام مع الكيني باش تماسي وتاكل الدواء ومطلي في روحك. نقدر نقول انا واحد من الناس كنت واحد الوقت نسوفري من الطارطون في زعما ما كنتش على الملاعب انه خطرت تلعب في الطارطون في الكازون. انتوما كاتحاد العاصمه ما عندكوش ملعب مستقرين تلعبوا فيه، خطرت تلعبوا في سان جوي، خطرت تلعبوا في نيسون مونديلا، في بعض المرات ما كانش نيسون مونديلا تلعبوا في ملعب 20 اوت، يعني كاين اشكال اللي ياثر عليكم وياثر على مستواكم طبعا كلاعبين. بيان سور ما تنساش كمان باللي احنا هذا العام جبنا لاعبين كانوا موالفين بزاف يلعبوا في الكازون. الله يوفقك. كيما هذاك اداليت، كيما كاساما، كيما مونديكو، كيما احنا بزاف لاعبين. ايه احنا وهما كيلعبوا في الطارطون يسوفريو شويه. جيد. سي عزلين الجودي الى شبيبه القبائل. في المناسبات الكبيره لا يظهر كثيرا ضد المولوديه، ضد شباب قسنطينه، ضد اتحاد العاصمه، رغم انه حقق نتائج ايجابيه خارج الديار شكل مباراه البارادو وايضا اتحاد بسكره.
كيف ترى مستوى الشباب بكل صراحه هذا الموسم؟ والله كما قلت لك ماذا بيا ما تكلمش. معليش نظره تقنيه فقط. اه ولكن بين قوسين بنادم يقدر يدير رساله، لان صراحه بعد 8 جولات الفريق تمنينا يكون احسن من هكا، تمنينا يكون لان فيه قدرات، مدرب كبير، مدرب محترم، فيه قدرات، إمكانيات كبيرة، موبيليس مدت إمكانيات، فأظن ما عندناش أعذار كثيرة، ولو أنه يعني حاولنا في بداية كما يقول لك نقول أنه فيه تعداد نوعا ما جديد، فيه لاعبين جدد، ولكن رغم ذلك شبيبة تبقى شبيبة، تبقى شبيبة باش تنافس، ومهما يكون باللاعبين اللي يجيبهم لابد باش تنافس. عزيزي جودي الملعب رائع من حيث المدرجات، من حيث الهيكل والشكل على شكل ملاعب عالميه، بصح كاين مشكله ارضيه اللي يقولها الناس سالي بوخنشوش، مشكله ارضيه ميدان يا ولد الرئيسي، لانه فيه مباراه تاع منتخب وطني، الكثير من اللاعبين يعانون انه فيه ثقل في هذه الارضيه. أرضية ملعب أي تحمد. جوستومون أنا كان عندي حديث جانبي مع سالم قبل ما نبداو ليميسيون. هو راه يتكلم عنك كلاعب لعب المباراة طبعا. على لابولوز تاع التيران وين قال لك يعني الملعب ما شاء الله كانت عنده إشادة كبيرة حتى من المدربين، وين قال لك لو تيران ثقيل بزاف ونقطة جد مهمة راك نوهت لها قبل مباراة رسمية للمنتخب الوطني أمام المنتخب الليبيري، بالك سالم بوخنشوش يقدر يحكي لنا على ليطا دو تيران، ليطا دو بولوز. شوف كمال، هو هذه حاجة نفتخروا بها احنا كجزائريين. بالفعل بالفعل. طاد زعما ولا اروع. هذو انا قلت لك ان الحاجه اللي شفتها في الماتش اللي لعبناه كونتر جبهه القبائل، تحس بلي التيره جاي شغل شويه ثقيل، فهمت؟ باسكو احنا كي كملنا الماتش حسينا لعبنا ماتش صحيح، زعما شغل تحسوا بلي تحس برجليك ثقال، فهمت؟ انا هذه 5 جويليا وعكس نيلسون مانديلا وعكس ميلو دهت في مثلا في وراه عكس انا هذه سقسيت عليها الكوتش. انا تكلمت مع سالم. ايه ما هذه يعني الاربع مباريات اللي شفتهم في تيزي وزو، يعني اللاعبين يطيحوا كثير، ليكيليبر يعني توازن تاعهم ما يشدوش فيه، حتى يعني لاعبي فريق شبه القبائل شوف راه راني شفتهم. فيعني عموما تساءلت انا في المباراه الاولى وين كان مسؤول رياضي كان معايا وقال لي ما هي نظرتك، وانا في هذاك النهار كنت محلل للمباراه، هبطت الى ارضيه الميدان، قلت ان بالك نوعا ما اتمنى نكونوا غالطين. شوف شيخ، انا هذا العام جامي يحكموني لي كرومب، يعني صوف في تيزيوزو لعبت في وهران، لعبنا في السنج، في شوف جامي يحكموني لي كرومب. الهان لعبنا مع شماشه بيت القبائل، كي نقول لك حسيت بكرومب خشينه، حسيت برجليه بزاف ثقال انايا. طبعا هذا ما تعلق بارضيه ملعب اي تحمل، نتمنى ان شاء الله يتم تجهيزها وتكون في احسن حله، خصوصا ايضا للاعبي شبيبه القبائل الى شباب بالوزداد. وليد رئيسي يحقق الديكليك، انا قلت عزيزين جودي قال لي لا، قال لي هو انتصار، ولكن هل سيكون هو الديكليك؟ جوستومون سي ان ديبار تاع سي ار بي اليوم فاس ترجي مستغانم، فاز بثنائيه بنتيجه والاداء، ودائما منقد رأوف بن غيطلو يقدم مساويات جد رائعه. انا كنت متفائل بعوده شباب الوزداد، خاصه في ظل التركيبه اللي عندها، في ظل الاداره اللي واقفه على ليكيب هذه، في ظل ريكريتمون اللي داروا. انا مع بدايه الموسم انتداب هذا المدرب كورنتين مارتينز اللي اقترح على اداره اتحاد العاصمه ورفض، واقترح على عده انديه ورفض لجل شباب الوزداد، ما كنتش متفائل بطريقه العمل تاعو، لان كان عندي احتكاك مع بعض اللاعبين اللي شرف عليهم وقالوا لي يعني من الناحيه الفنيه التكتيكيه ناقص بارابور. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، شفنا انتدابات شباب لوزا، جابوا أبرز لاعبين. شوف لو في منصب واحد، منصب مهاجم، عندك إسلام سليماني، عندك مايو، عندك محيوس، عندك بوكو جوار، عندك ليشوا، وحتى في خط الوسط وفي خط الدفاع أنا نشوف بقدوم الكوتش المدرب القادر عبد القادر عمراني وبالطاقم الفني تاعو لما عز الدين رحيم، راح تكون العودة القوية لشباب لوزا. وحذاري كمال، شباب لوزا حكمهم أن باساج في طويل في بداية الموسم، يعني راح يكونوا طري زانس بلو يطار بارابور توت كلوب كيما لوسما مولوديا اللي مازال ما حكمهمش هذاك لو باساج فيت. سي عزيز جوتي قلت لي هو انتصار وليس بالديكليك. ان اول انتصار كان يبحث عليه شباب الوزداد بعد 6 جولات، لان عنده مباراه متاخره مع شبيبه الصور
فلهذا نتمنى ان فريق كبير، فريق محترم، فريق اللي ولفنا معه البطولات، ففريق اللي كان يبحث على الانتصار اليوم جاب الانتصار. نتمنى سي عبد القادر يكمل المسيرة ان شاء الله بكل أريحية. بكل أريحية. فريق أيضا تعلق، لكن تحدثنا عنه، هو فريق مولودية وهران، وكاين فريق آخر الذي لم نتكلم عنه كثيرا، هو أيضا فريق مولودية الجزائر الذي يجد صعوبة كبيرة مع بداية هذا الموسم ولا يسجل الأهداف. تعثر آخر أمام اتحاد بسكرة، الفريق المنظم بقيادة منير زغدود اللي وظف خطة حسب الإمكانيات وحسب قوته وشل كل تحركات لاعبين مولودية. وليد كمال، أنا نشوف بلي أنه ماشي مولودية اللي ضيعت 3 نقاط، انا نشوف انه بسكره فرضت التعادل بالكتيبه اللي عندها الستاف تكنيك اللي يشرف عليه منير زغدود. حتى اتحاد بسكره شفناه خلق عده صعوبات لفريق اتحاد العاصمه لما واجهوا على ارضيه ملعب نيلسون مونديلا ببراقي. كاينه نقطه ربما نقاط تشابه بين اتحاد العاصمه ومولودية الجزائر، شنو هي؟ هي المهاجم الحقيقي اللي هي اوندي ديلور اللي ما عندوش ليفيكاسيتي ابري 7 جورني لعبهم، مثله مثل مهاجم اتحاد العاصمه قاسما، وين مهاجم صريح مسجل هدف هدف. ربما يبقى المشكل تاع مولودية الجزائر في العقم الهجومي، سينو انا نشوف مولودية الجزائر تقدم مباريات جيده خاصه بخط الوسط اللي تعتمد عليه في ظل تواجد اكرم بوراس، في ظل تواجد المهاجم العيجي لو يبرز على مستويات جيده. شوف انه اتحاد بسكره كان يستحق النقطه وما سرقهاش من فريق مولوديه الجزائر بارابور للنيفو تاعو والاداء المولوديه. الانتقادات التي طالت، الاستقدامات التي استقدامات يعني لاعبين فاقت الحدود، ولكن ولا لاعب قدم الاضافه. كل لاعبين استخدموهم سواء في المولوديه او شباب بلوزداد او في اتحاد العاصمه او في شبيبه القبائل او في مولوديه طهران او في وفاق سطيف، لاعبين نقولوا فاقسي ما جابوش لاعبين بمبالغ كبيره، لم يقدموا الاضافه المرجوه، دونك كاين مشكل تاع انا نتكلم عموما، نتكلم عموما نقول ان اداء ما بين المتوسط والحسن، يعني اللهم اذا شفنا مقابله شبيه ضد شبيه القبائل كانت نوعا ما جيده، اما المقابلات الاخرين شفنا مقابله مولوديه العاصمه فريق نوعا ما اللي يلعب كرة جميلة صراحة بالأداء المثالي تاع بوراس ولا نعيجي فريق لا بأس به، ولكن العقم الهجومي وخاصة ضد بارادو ولا ضد اتحاد بسكرة، لفريق اتحاد بسكرة لابد باش نشجعوه يعني بين قوسين، لأن فريق اللي بدون إمكانيات كبيرة يؤدي في مباريات جيدة. عودة المولودية نقول أنه فريق اللي لا بأس به صراحة، هذا يعني تعادل بلك فو با. هل خطا الاستغناء عن المدرب في هذا الوقت الراهد؟ في ظل البعض يطالب، شوف والله غير شوف دوك رحيل المدرب ما بقاتش معايير انك تنحي ولا تخلي حيث. فانا ونقول لك اليوم نحي عيب عليا بعد ايام نروح نتكلم على مدرب واحد اخر، ف يعني صراحه الاشكالات هذو ما نحبش ندخل فيهم. امل نقطه نسيت باش نقولها لك في الموضوع تاع شباب بلوزداد، عبد القادر عمراني كي ولا للفريق رجع اسلام بالخير اللي صنع هدفان رؤوف بن غيت، ورجع المدافع بدر الدين سويد، هادو اللاعبان اللي ما كانوش يلعبوا في وقت المدرب السابق. طبعا هذا ما تعلق بشباب بلوزداد، لاننا نتحدث عن المولودية الجزائر. سير بوخشوش بديتوا تفكروا في الدربي ولا مازال؟ نعم انا بان لاضات وكتاش مازال لاضات، كل عام هكذا رجوع لنا مسلسل على بالك. انا والله انا واحد من الناس ما نعرفش ريفير بليت، اسمحوا لي، ريفير بليت بوكا جينيور عندهم الوقت تاعهم، ريال مدريد برشلونه عندهم الوقت تاعهم، ميلون سي انتر دو ميلون عندهم التوقيت تاعهم، الهلال النصر السعودي عندهم التوقيت تاعهم، الزمالك والاهلي عندهم التاريخ تاعهم، الا في الجزائر تلحق مباراه المولوديه تاع العاصمه تحبوا تكبروها وتسيسوها وتشحنوها بدون سبب، بدون سبب لا ادري السبب، لانها مباراه عاديه لا اقل ولا اكثر. سالي بوغشوش بور الماتش واش تقدر تقول لنا؟ مازالكش تفكروا فيه مازال؟ قلت ما تقدرش تفكر في ماتش وانت ما عجبكش العضلات تاعه وكتاش، فهمت؟ حنا دوكا رانا نبريباري ماتش تاع الصوره ان شاء الله نهار السبت. حنا بعد الحديث طبعا عن المباراه تاع المولوديه والدربي العاصمي طبعا المرتقب، نلتقي في الجزء الثالث للحديث دائما حول البطوله الوطنيه وحول مسيره ايضا ضيف هذا العدد سالي بوغشوش. من
من جديد نحييكم في الجزء الثالث والأخير من برنامج حكي بانو. حديث لا زال مستمرا متواصلا طبعا حول الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم والدراسي. طبعا اليوم نتكلموا على البطولة قسم المحترف في جولته الثامنة. نشوفوا باللي هذا الموسم يفكرني في موسم 2014-2015 للبطولة قعدت تتلعب حتى الدقيقة الأخيرة ودتها وفاق سطيف على حساب مولدية بيجاية. حتى في السقوط كان اتحاد العاصمة مولد الجزائر لغاية الجولة الأخيرة باش الفريق يعني الفريقان سلكوهم السقوط. لحد الساعة ربما نتكلموا شباب قسنطينة في الصدارة متبوع بمولدية وهران لو يؤدي في بداية موسم رائعة بقدوم المدرب إيريك شال، يعني هذه نقطة تحسب على الإدارة الحالية لمولدية وهران. وهذه نقول لك جودي كما قال لك على نبيل معلوك اللازمي قال التوليفة إيريك شال جا لقى التوليفة رغم أن التشكيلة ليست بالتشكيلة الكبيرة. ونشوفوا في المتابعة فريق مولدية الجزائر واتحاد العاصمة نظن بأنه راح يكون موسم استثنائي فضل تواجد عدة أندية في المقدمة وخاصة اللي ترعاها شركات وطنيه. والله عندي تعقيب كمال الا تسمح لي. تفضل. حبيت نتحدث على واحد لا ديكلاراسيون شفتها في الندوه الصحفيه الاخيره اللي جمعت لقاء اتحاد العاصمه شباب القبائل واتحاد العاصمه انا عبد الحق بن شيخه اللي ربما نقدروه وصنع الاستثناء في البطوله الوطنيه فاز بلقب بين فريقين مع اتحاد العاصمه يقدم في بدايه موسم جيده مع شباب القبائل اقول لكن ربما تصلح لادلى به بخصوص اللاعب الحلو اخريب لاعب المنتخب الوطني للفئه ديالو وقال بانه يحمد ربي بهالطريقه راني نشارك فيه في ظل تواجد عده لاعبين امثال بوعالية ورجم وعزيز الحمري نظن بلي انه الحلو اخريب عنده كل امكانيات باش يكون متواجد في تركيبه شبيبه القبائل ونظن بلي انه هذا التصريح من الناحيه المعنويه راح يكون عنده اثر خاصه ان جان جوار ولا كاليتي. شكرا بارابور لي كاليتي طبعا يعني. كان هذا تعقيب حول التصريحات الاخيره. نعود دائما للبطوله الوطنيه. ازين جودي واش هو الفريق اللي لفت انتباهك مثلا؟ فريق لم يحقق انتصارات اللي هو فريق جمعيه شلف ولكن كنت نقول انا في كل مره انه فريق يستحق الاحترام والفريق سيعود بقوه، ما عادش يلعب على البطوله وعلى المراتب الاولى في ظل انه ما عندوش امكانات ماديه، ولكن تشعر بانه جمعيه شلف فريق محترم فوق ارضيه الميدان. قبل ما نعطي الميريت ايضا تاع فريق اتحاد بسكره الذي يتالق مع منير زغدوت. والله تكلمت على شلف وانا نحيي سمير زاوي لانه كصديق و انسان محترم مدرب كفء صراحة يعني كما يقول لك لديه من إمكانيات ولديه من نظرة لأن صراحة سمير أنا شفته وكان في مرتين المرة الأولى عندها 2022-2023 وين خذا الفريق خذاه بدا التحضيرات تاعو ب 10 لاعبين وتلاقينا قال لي لا خوف على شلف ودار موسم الحاجة اللي تحسب على إدارة جمعية شلف ما كانش ضغط ماشي الشارع اللي ضغط عليها باش نحات المدرب خلاو سامر الزاوي حقق انتصار وربما سيحقق انتصارات تشعر باللي كي تكون عندك اداره عندها شخصيه ماشي الشارع اللي يسير لك كمال اي مدرب شلف يخدم بكل اريحيه كمال الا شوف اللي ما يقدرش للضغط كمال بخصوص المدرب سامر الزاوي ما تنساش انه وفر ثلاث لاعبين خالد وتحمني ابراهيم بن زازا ومريلي اللي تباعوا بمبالغ وكان عندهم صحيح. دخل الفريق جمعيه شلف وقلت لي ما كانش دخل وما كانش غير المدرب. انا نشوف في اعتقادي ما عدا سمير زاوي ما كانش مدرب اللي راح يحمل الوضعيه الاداريه والماليه تاع فريق جمعيه شلف. لا تقنيا انا اتكلم تقنيا سمير لا ماشي من ناحيه التقنيه اتكلم على ضغط الجمهور يعني حتى الموسم الماضي في 5 مليانة ادى موسم محترم جيد. فريق اتحاد بسكره يتالق وليد رشي طبعا اتحاد بسكره منذ قدوم المدرب منير زغدود الموسم الفارط لو يتالق مستقر خاصه الطاقم الفني في ظل تواجد عده كوادر ابناء المنطقه في صوره عادل الخضاري ونصر الدين خوالد مع خليط ممزوج من بعض اللاعبين الشبان نشوف بالاتحاد بسكره او يبصم على موسم ولا بدايه موسم جيده مقارنه بالامكانيات اللي تواجد فيها رغم الخساره الاسبوع الماضي امام شباب القبائل ما كاش يعني تكلمت معهم بعد المباراه جيت. فاظن صراحه يعني شيء جميل انه يكون في الفريق الاستقرار وهو كذلك اذا ضيف طبعا هذا العدد